مشاهدينا صدى أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذه النشرة المحلية. بداية، لم يعد الكتاب الرقمي واللغة الإنجليزية يشكلان عائقا أمام تلاميذ الدور الابتدائي بولاية ابن عباس، وهو ما وقفنا عليه بالابتدائيتين علي بوحسون وحمزة ويدري خلال الدخول المدرسي الجديد. المراسلة لعبد الوهاب حلبي. رغم استعمالها ولأول مرة وبأناملها الصغيرتين، لم تجد التلميذة سيرين من ابتدائية قويدري حمزة ببلدية تيمودي ولاية بني عباس صعوبة في التأقلم مع اللوحة الذكية كبديل للكتاب المدرسي. تساعدنا اللوحة الإلكترونية في الإعلام الآلي وتخفيف تخفيف المحفظة من الكتب. استعمالها بالنسبة لي سهل. سبق له أنه استعملوا الهاتف في الدار في الخارج ولا، إذا كان استعمالها جد سهل. وبالمدرسة الابتدائية بوحسون علي استحسنت أستاذة اللغة الإنجليزية للسنة الرابعة المستوى الذي وصل إليه التلاميذ بعد الذي تعلموه خلال السنة الثالثة. الحمد لله أنا مع تلاميذ مع الألفابيت دايز نمبرز they are very well. يقدر التلميذ يشرح لك نفسه، ينتروديوس هي سيلف، يقدم لك نفسه، يقدم لك عمره، وين يسكن، يعرف ايام الاسبوع، الاشهر، الارقام. هذه لا باس تاع السنه الثالثه. اما بالنسبه للسنه الرابعه انا ان شاء الله انا بادين معها باذن الله. Hello, my name is عبد الكريم نفيسة. I live كازاز. I am 9. تجهيز المؤسسات التربوية بالملاعب المعشوشبة كان من أولويات السلطات المحلية بولاية بني عباس، خاصة بعد اعتماد مادة التربية البدنية في الطور الابتدائي. هياكل تربوية جديدة يستفيد منها تلاميذ بلدية تينركوك بولاية ميمون ستخفف عناء التنقل والتسرب المدرسي الذي كان يعاني منه أبناء المنطقة. المراسلة في الموضوع لدنيا نولي. من دائرة تينركوك ولاية ميمون، أول ثانوية تقام على مستوى بلدية قصر قدور بأكبر سعة استيعاب يستفيد منها تلاميذ المنطقة لتزيل عنهم عناء التنقل والتسرب المدرسي. نقلنا للطور الثانوي ورانا جد فرحانين كي داروا لنا هنا النسي حدا ديارنا. الثانوية ساعدتنا بزاف، كنا نقروا كاع، كنا نقروا في ثانوية تينركوك، وكنا بزاف مغبونين خاصة البنات. نعم، هذه الثانوية هذه رفعت عنا غبن كبير. ولادنا والتلاميذ نتاع المنطقة ككل كانوا في تيميمون وفي زاوية الدباغ ومن الأسبوع لأسبوع، وكانوا في غبن كبير. هياكل تربوية جديدة تشكل الفرق في الموسم الدراسي الجديد، حيث تفتح متوسطة بقصر تبلكوزة أبوابها، تتوفر على كامل التجهيزات البيداغوجية لتحسين شروط التمدرس. هذه المتوسطة سهلت عليا كلش، كما نقولوا المتوسطة الشيخ بعمامة هي كانت بعيدة علينا من طابل كوزة حتى الزاوية. أستاذ متعاقد جديد عن طريق الأرضية الرقمية، كاين بعض التلاميذ ما يلحقوش النقل، يعني ما يقدروش يوصلوا الدراسة بشكل جيد كما يقول. ولكن الحمد لله، الحمد لله اليوم جابوا لهم متوسطة هنا تفك عنهم معاناة النقل. استقبال التلاميذ والأطقم التربوية في ظروف جيدة من شأنه تعزيز مستوى الهياكل المدرسية التي تضمن الأريحية لجيل المستقبل، كما أنها توفر مناصب شغل لأبناء المنطقة. أزيد من 120 ألف تلميذ التحقوا بمقاعد الدراسة بولاية ورقلة، والتي استفادت من مؤسسات تربوية جديدة في مختلف الأطوار الدراسية سيما بالأحياء السكنية الجديدة. من ورقلة نتابع هذا الموضوع مع عيسى تومي. الالتحاق بالطور الثانوي بالنسبة لهؤلاء التلاميذ كان مميزا لهذا الموسم الدراسي. بعد استلام هذه الثانوية الجديدة والتي كانت الانشغال الأبرز لسكان حي بامنديل بورقلة، صرح تربوي وبمواصفات حديثة لقي استحسان التلاميذ وأوليائهم.
مسرورة جدا بسبب افتتاح ثانوية جدا في بامديل، وفرحة شديدة عن البعد والتعب والإرهاق في بسبب الثانوية البعيدة. اليوم يوم عظيم في الحقيقة بالنسبة لسكان بامديل، هذا الحلم الذي انتظرناه كثيرا سنوات طوال طوال طوال، ونحن ننتظر في بناء هذه الثانوية. الأحياء السكنية الجديدة بورقلاي استفادت هي أيضا بمرافق تربوية كهذه الثانوية بحي عدل، بالإضافة إلى 10 مجمعات مدرسية ومتوسطة. ثانوية جديدة، مكسب جديد لولاية بورقلاي كاملة، والحي هذا خاصة اللي كان معزول تقريبا، وكانوا كثير من التلاميذ كانوا يقطعوا مسافات طويلة باش يدرسوا. أستاذ التربية البدنية والرياضية طور ثانوي، بعد 8 سنوات من الانتظار أتيحت لنا الفرصة في المنصة هذه الحمد لله. ولاية ورقلة والتي التحق بها أزيد من 126 ألف تلميذ بمقاعد الدراسة، يعرف قطاع التربية بها تطورا من حيث الهياكل ناهيك عن آجال الإنجاز، وفق أهداف الدولة الرامية إلى تخفيف الاكتظاظ وتقريب المؤسسات التربوية من المواطن. تدعم القطاع التربوي بولاية قسنطينة هذا الموسم ب6 ابتدائيات جديدة، 4 منها نموذجية، من بينها مدرسة أحمد شعوى بالمدينة الجديدة علي منجنيل، التي تتوفر فيها كل المرافق للتلميذ والمعلم، وذلك لتحقيق أريحية في سبيل التحصيل العلمي. عن كتب رضا تبرناسين. هذه إحدى المدارس النموذجية التي تدعم بها القطاع التربوي بقسنطينة، صرح للتحصيل العلمي وفضاءات للترفيه تحقق أريحية للطاقم التربوي وللتلاميذ. منشأة تربوية تواكب العصرنا الحديثة، تساعد التلميذ على توطيد العلاقة مع الأستاذ بينه وبين المحيط، بينه وبين زملائه، جو ملائم جدا لتمدرس التلاميذ. نموذج جديد يساعد على التعلم، و يكون لكي يكون هناك جو مريح ومشوق للتلميذ. هذه مدرسة نعم جديدة وبتقنيات كذلك جديدة، ومرات يعني من المفروض ما كانتش في المؤسسات السابقة في التهيئة تاعهم، الحمد لله هيئوها لنا. الترغيب هو أحد الأسس الجديدة التي تنتهجها الجزائر الجديدة، حتى نوعية المرافق جعلت من المكان جنة. لمسنا فرحتها في تقاسيم التلاميذ. عجبني في الماتيك وحاجة الأخرى بزاف حوايج. عجبتني البلاصة مليحة بزاف منظمة. عجبتني المدرسة. شعوى أحمد هي إحدى المدارس النموذجية 4 من 6 ابتدائيات تم تدشينها اليوم، فضلا عن التوسعات لجعل 277 ألف تلميذ في أريحية، فضلا عن قرابة 200 مطعم يضمن وجبات صحية ساخنة لأطفال الطور الابتدائي. وبولاية الجلفة تم تنظيم معرض لبيع واقتناء المستلزمات المدرسية بأسعار معقولة وبعروض وتخفيضات لاقت استحسان المواطنين. هذا المعرض عرف كذلك مشاركة المرأة الماكثة بالبيت لعرض وتسويق منتجاتها في هذا الفضاء التجاري. يقول محمد شوقي بونيف. إقبال كبير للمواطنين لاقتناء المستلزمات المدرسية بالمعرض الخاص بها بولاية الجلفة، بعد توفيرها وسهولة اقتنائها بعروض وتخفيضات وأسعار معقولة. جيت نزور اليوم الخيمة هذه تاع الأدوات المدرسية، وجدنا أسعار معقولة، أسعار تنافسية لا بأس بها، ورنا راضين بهذا الشيء. معنا الأولاد وجبنا دراري نشروا لهم بالأدوات المدرسية، والحمد لله رب العالمين. الأسعار ما شاء الله في المتناول، في الكراس المدرسي كاين كتب مراجع اللي وفرهم الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، وكذلك وفرة تاع سلع يعني وتنوع وجودة ما شاء الله. كاين تنافسية وكاين أسعار جيدة وكاين في متناول الجميع. بالنسبة للأسعار تاع الأدوات ولا ثاني لاباس، كل واحد وحسب جيبه، اللي يقول الإنسان لاباس به كاين أسعاره، إنسان ضعيف متوسط ما عندوش ثاني كاين أسعاره. قامت مديرية التجارة لولاية الجلفاء بالتنسيق مع الغرفة الولائية ولاد نايل بإنشاء أو استحداث هذا المعرض التجاري الخاص بدخول المدرسي والجامعي، وكذا حتى
المهنيين في التكوين المهني، وذلك لتوفير كل مستلزماتهم وحاجياتهم. وبهدف تعزيز وتسويق المنتجات الخاصة بالمرأة الماكثة بالبيت في هذا الفضاء التجاري، تعمل الخلايا الجوارية لمصالح النشاط الاجتماعي لولاية الجلفة على تقريبها للمواطن بجودة عالية وبأسعار تنافسية. قامت مديرية النشاط الاجتماعي بمساعدة بعض النساء الماكثات في البيت أو النساء المنتجات، قصد القيام بتسويق منتجاتهم بكل أريحية، وكذلك أشدنا بالطريقة التي تمت بها إنتاج هذه المآزر أو الأدوات المدرسية من خلال الجودة والطريقة الخياطة. هذا المعرض يشهد توفير مختلف المستلزمات وبأسعار جد ملائمة للمستهلك، بحيث نقدر المستهلك اللي القدرة الشرائية نتاعو ضعيفة يقدر يشري، والمستهلك الميسور كذلك يقدر يشري. فتوفير هذه المستلزمات المدرسية بشكل كبير ومتنوع في مثل هكذا معارض من شأنه مساعدة العائلات والأطفال للاستعداد بفعالية عالية لانطلاق موسم دراسي في أحسن الظروف. وتحت الشعار لسلامتك احترم قانون المرور، نظم الدرك الوطني لولاية عامة حملة تحسيسية تهدف لضمان سلامة أطفالنا عند الذهاب والعودة من المؤسسات التربوية بمشاركة الفاعلين في الأمن المروري والحركة الجماعية. يقول محمد بخده: الحملة ترمي للتحسيس بوجوب التقيد بالاحترام التام للقوانين والأنظمة التي تحكم المرور داخل وخارج النسيج العمراني، لا سيما أمام المؤسسات التربوية. النهاية سهدون نقول لهم ربي يهديكم، فهمت؟ نقول لهم ربي يهديك، تلحق من الطريق جاي من ماذا من تبسها رايح للتلمسان، امشي بعقلك اخويا، عييت ريح. علاه تحتم على روحك تندير كارثه؟ يعني لازم تحترم قانون المرور، لازم ما تسرعش، راك رافد، قادر تكون رافد معك متمدرسين، قادر رافد اباء يعني اللي هما كذلك يساهموا في هذه الحمله. كاين المدارس، كاين الاطفال يفوتوا مع الراجلين تما، ماذا بينا الحيط والحجر. تهدف هذه الحمله جميع مستعملي الطريق حول مخاطر السرعه المفرطه وتجاوز الخطير، خاصة في المناطق العمرانية وأمام المدارس. السلامة المرورية تقتضي المراقبة الدورية للمركبات واحترام أماكن التوقف وممرات الراجلين ومختلف الإشارات التي تسير الحركة المرورية. كذلك بينا لهم الأخطاء التي يرتكبها الراجلون أثناء قطع الطريق. هذه الأخطاء هي بالدرجة الأولى تكون بنسبة أكبر، تكون عامل من عوامل حوادث المرور. دور الأشغال، مدير الأشغال العمومية في حماية أو في تجهيز أو تأهيل المنشآت القاعدية حتى تكون مواكبة للأمن المروري أو للسلامة المرورية. الهدف منه هو غرس ثقافة مرورية للحد من الخطر حوادث المرور. ما يخفاش عليكم أنها السنة الماضية كانت حوادث مرور شد أليمة وحصدت الكثير من الأرواح، ولهذا وجب علينا التنبيه بجميع أطياف المجتمع سواء كبار سواء صغار سواء أطفال. تضافر مجهودات الجميع من شأنه أن يحقق نتائج معتبرة في صون الأرواح والممتلكات. مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية النشرة، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، برامجنا مستمرة. جمال الدين.